ديفوكس المغرب بالنسبه لنا هو اكبر تظاهرات تكنولوجيه كاينه في افريقيا والشرق الاوسط اللي كتجمع يعني دي كونفرنسي مؤتمرين جايين من سيليكون فالي من العالم كامل. عندنا تقريبا 50 جنسيه كنتسناو بلوسك اكثر من 2000 مشارك. كاين بزاف ديال الشركات مغربيه واجنبيه، كاين اكثر من 200 شركه اللي غتكون حاضره هذا العام. كما شفتوا يعني الحاجه الجديده اللي عندنا هذا العام، عندنا غوند institution, l'événement porté par la région, le conseil régional de la ville et la chambre de commerce et services. Donc, اللي عجبنا واللي هو نفس زعما نفس الهدف اللي عند ديفوكس. دونك مشينا لكادير من بعد واحد ليديسيون من بعد 8 سنين، خصوصا العام اللي فات درناها في مراكش، هذا العام ان شاء الله في اكادير 12 13 14 نوفمبر. اذا هذا المنتدى ديال ديفوكس اللي غادي تنظموا الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات ديال سوس ماسا واللي كتساندوا الجهه سوس ماسا، غادي تنظم ان شاء الله في هذا الشهر ديال نوفمبر، وغادي يجيو اكثر من 2000 مشارك. وجا فوقته لان عاد اكادير بدينا مدينه الابتكار اللي كتهتم بالستارت اب ديال الشباب، وكذلك التكنو بارك اللي غادي يحتضن واحد العدد ديال اكثر من 100 ديال الستارت اب وديال لي بي ام او، وغادي تكون كذلك المدينه ديال المهن والكفاءات اللي جات في يعني خريطه الطريق ديال التكوين المهني. وعندنا كذلك التسريع الصناعي، البرنامج ديال التسريع الصناعي اللي فيه واحد العدد ديال يعني المقاولات اللي جايين اللي كيستعملوا هاد لا ديجيتاليزاسيون.